بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقلنا إن هذه الآيات وردت في تصوير حال المنافقين للإسلام، وقلنا إن النفاق هو أن تتعارض ملكات النفس الإنسانية بأن توجد ملكة كفر في القلب وملكة إيمان في اللسان، فلا يتفق اللسان مع القلب، فالذين آمنوا وافقت ألسنتهم قلوبهم، والذين كفروا وافقت قلوبهم ألسنتهم، وبقي الصنف الآخر وهم الذين آمنوا بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم. هؤلاء نسميهم المنافقين، ومأخوذة من مادة نفقاء اليربوع. اليربوع حيوان صحراوي كالفأر يخدع من يريد صيده، فيدخل من فجوة ليوهم الصائد أنه هنا فيقف لينتظره، ثم يصنع له فجوة أخرى ليخرج منها، فكأنه خادع الصائد ونافقه، يظنه هنا وهو يخرج من هناك. النفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان: ظاهرة مرضية في المنافق، وظاهرة صحية في المنافق. ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة، وإنما نشأ في المدينة. ومن العجيب أن ينشأ النفاق في المدينة التي ظهر منها الإسلام وانساح إلى الدنيا كلها، ولم يظهر في مكة التي أرادت أن تطمس الإسلام. عملية محيرة. البلد الذي حارب الدعوة بصناديده وسادته لم يظهر فيه النفاق، والبلد الذي آوى الإسلام وانتشر منه الإسلام ظهرت فيه آيات النفاق. إذن فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين: الظاهرة الأولى ظاهرة مرضية، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وظاهرة صحية، لأن الإسلام في مكة نشأ ضعيفا، والضعيف لا ينافق. هننفق ليه؟ إنما اللي بينافق القوي، تريد أن تنتفع بقوته لأنك لا تستطيع أن تواجهه ولا أن تقف منه. إذن فالنفاق حين يظهر إنما يظهر في مجالات القوة لا في مجالات الضعف. فالرجل الضعيف لا ينافقه أحد، والرجل القوي ينافقه الناس. إذن فالنفاق ظاهرة مرضية في المنافق، ولكنها ظاهرة صحية في المنافق. الله أراد أن يعطي للمؤمنين أمرا يتلصص عليهم، ومعنى يتلصص يلتمس المداخل التي لا تظهر. أما الكافر فأمره واضح، مواجهة صريحة واضحة، تقابله بجمع قوته وبكل تفكيرك لأنه واضح الحركة. ولكن المنافق الذي يظهر الإيمان بك ويبطن الكفر هو الذي يتلصص عليك. تلك مداخلة يجب أن يحتاط لها. هذا الاحتياط هو أن يدع الله في المؤمنين فتنة
وكياسة وفراسة وصدق نظر إلى الأشياء وعدم الانخداع بمظاهر الأشياء. فرح شرح لنا النفاق، نفاق في المدينة وشرح، نفاق في الأعراب وشرح، والأعراب منهم المنافقون ومنهم غير المنافقين، وفي المدينة برضو منافقين وغير منافقين. قال هؤلاء من علمتموه بالمظاهر التي ظهرت عليهم فعرفتم نفاقهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولكن هناك نوع من النفاق، نفاق فني، نفاق دقيق، نفاق يغيب على فطنة المتفطن وعلى كياسته. ولذلك يقول أنا لا أكلكم إلى فطنتكم لتعلموا المنافق، وإنما أنا أعلمه وأنتم لا تعلمون، لأنه فني في النفاق. لا تعلمونهم، نحن نعلم مع فطنة رسول الله وصفائه وكياسته، ومع ذلك قال سيغيب عنك أمرهم لأنه محتاط بفنية النفاق فيهم حتى لا يظهر. ولذلك عبر الحق التعبير الدقيق فقال مرضوا على النفاق. مرضوا إيه؟ مرضوا المادة نفسها، مرض يمرض مرودا وماردا ومريدا، كل المادة دي هو الشيء الناعم الملمس الذي لا تظهر فيه نتوءات. كذلك المنافق، ومنه الشاب الأمرد. أمرد يعني ما طلعلوش شعر، فما اخترقش البشرة بتاعته شعر، يبقى صرح ممرد من قوارير ناعم مارد. إذن المادة كلها تدل على إيه؟ على الثبات على شيء وعدم وجود شيء فيه يخدش هذا الثبات. فبيقول تنبهوا إلى أن ممن حولكم من الأعراب منافقون. وكلمة ممن حولكم تشعر بأنهم محاطون بالنفاق. ولماذا محاطون بالنفاق؟ لأن قلنا أن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد في بيئة، لأن الله جعل في النفس أشياء تطرد الباطل، وإن ألح الباطل عليها في فترة تتنبه النفس إليه فتطرد. وهؤلاء هم الذين إيه؟ يتوبون، يصنعون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتردعهم. يبقى الردع في نفسه ذاتي، وفيه نفس أخرى ما يجوهاش الردع الذاتي، اللي هي بقت أمارة بالسوء. أمارة مش آمرة، آمرة دي ممكن تيجي تأمر مرة وتنتهي، إنما أمارة اتخذت الأمر بالسوء حرفة، لأن فعال دي تدل على المزاولة، المزاولة المداومة. فإذا كنت جبت قطعة خشب وقعدت تنجر فيها بالأدوم ولا بالمنشار يقال أنك نجرتها فأنت ناجر، إنما ما يقالش نجار إلا إذا كانت دي حرفتك بقى، دي إيه؟ شغلتك. من الممكن أن يخرق ثوبك فتخيطه فتسمى إيه؟ خائط، إنما أتسمى خياط؟ يبقى إذن كلمة فعال دي تدل على الإيه؟ على مزاولة المداومة. أمارة بالسوء بقت إيه؟ حرفتها أنها تأمر إيه؟ بالسوء. طيب إذا كانت المناعة في النفس فهذا أمر يسير، تعمل الشيء وبعدين تلوم نفسك، نفس لوامة، أدي واحدة، نفس أمارة بالسوء، اللوامة ما جاتش منها، نقول المجتمع اللي حواليه، نفسك ضعفت في شيء فحولك مجتمع يردعك. تبقى المناعة مش في الذات، المناعة في مجتمع. فإذا طم الفساد أيضا في المجتمع يبقى لا نفسك فيها رادع ولا المجتمع اللي انت فيه فيه ايه؟ فيه رادع. تبقى المسألة لازم السماء تتدخل بقى، لما المجتمع يكون بالشكل ده كله فاسد. ثم تأتي دعوة الحق بآياتها وبيناتها ومعجزة الرسول ولا إله، يبقى أصحاب الفساد ونفسهم أمارة بالسوء يقفون موقفا. هذا الموقف يريدون أن ينافقوا القوة الطارئة الجديدة
ويريدون أن يظلوا على إمارة نفسهم عليه، فتظهر ظاهرة الإيه؟ ظاهرة النفاق. وممن حولكم يعني مطلقون من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة يعني في ذاتكم ومن حول إيه؟ يعني في النفاق في ذات المكان اللي انتوا فيه وفيما إيه؟ فيما حولكم. وأخشى ما يخشاه الإنسان أن يوجد الشيء الشر حوله وفيه، لأنه لما يكون فيه بس يبقى اللي حوله ينقذه يقدر يهج يروح في الحتة دي. طب وإن كان حوله بس ولا يقدر يستعين بناحية على، لكن إذا كانت من الذات ولا من الحول أين يذهب؟ يبقى محاصرون وإيه؟ ومحاطون. فالله يريد أن ينبه المؤمن إلى أن ظاهرة النفاق ظاهرة متفشية، منها ما تستطيعون معرفته بمعرفة حركاتهم وسكناتهم ولحن قولهم وتصرفاتهم، ومنها أمر دقيق خفي لا تعلمونه، إنما أنا أعلمه. ولأنكم غير مسلمين لأنفسكم ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون، فاطمئنوا إنني هفضحهم لكم. يبقى إذن الدعوة تواجه بكل إيه؟ بكل نشاطاتها وبكل إيه؟ قوتها. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، مرضوا على النفاق، تمرنوا عليه وبقى نفاق فني ونفاق دقيق، لا تعلمهم نحن نعلمهم. نتيجة العلم أنكم سترون فيهم العقوبات، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب. يبقى كم عذاب إذن؟ نعذبهم مرتين، أدي مرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم. الرد يكون لعذاب الآخرة. إذن يعذبون مرتين في إمتى؟ يبقى أمرها في الدنيا. إيه التعذيب يجي مرتين؟ أم قال لك المستور الذي يستر نفاقه أول عذاب له أن تفضح نفاقه، ولذلك خطب رسول الله فأشار: قم يا فلان فأنت منافق، قم يا فلان فأنت منافق، قم يا فلان فأنت منافق. أول عذاب له إنك أنت تعمل إيه؟ إنك أنت تفضح، أو تأتي لهم مصائب الدنيا. تقول له هل المصائب عذاب للمنافق؟ المصائب تأتي للمؤمن. قال لك المصائب تأتي للمؤمن لإفادته، ولكنها تأتي للمنافق لإبادته. فالمؤمن حين يصاب إما أن يكفر الله به عنها ذنبا وإما أن يرفع به، لكن لما تيجي للمنافق مصيبة وهو لا يؤمن في الآخرة ولا في شيء، تبقى المصيبة مغرم ولا مغنم؟ ولذلك يقول لك تصور أن المصاب ليس من أصيب فيما يحب، ولكن المصاب هو من حرم الثواب. المصاب هو الذي، إنما إنسان أصيب مصيبة فاستقبلها من الله بالرضا وعلم أن الذي أجراها عليه حكيم ولا يجري عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه، يوم ساعة ما يعلم الحكاية دي يبقى ياخد إيه؟ ثواب الصبر والأجر على الرضا. يبقى إذن ده مش مصاب، إنما المصاب هو الذي يتمرد على القدر إيه؟ فيبقى أصيب فيما يحب وحرم مين؟ وحرم الثواب. سنعذبهم مرتين، أو أن العذاب مرتين غير الفضيحة، أننا بنفاقهم يحاولون أن يظهروا بمظاهر الإيمان والإسلام، ويجي يطلع زكا من ماله. ساعة ما يطلع زكا من ماله والمال أليف النفس، المؤمن بيطلعها وهو طمعان في إيه؟ في الثواب عليه، يبقى يحبب إليه الإنفاق. لكن المنافق اللي بيطلع جزء من ماله وهو يعلم أنه منافق ولن ينتفع به، يبقى خسر ماله ولا إيه؟ تبقى مصيبة كبيرة. يودي ابنه الحرب عشان النفاق وهو يعلم أنه ملوش ثواب فيها لأن ثوابه هابط، يبقى ده عذاب ولا مش عذاب؟ أو أن العذاب حينما يقول الحق ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها إيه؟ في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم إيه؟ أو العذاب في الدنيا هو ما يرونه حين تغرغر النفس وتأتي الروح عند الحلقوم، ويرى الملائكة بقى
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وإيه وأدبارهم. الله إذا دلهم من الإيه العذاب. كل ده فين؟ كل ده في الدنيا. والإنسان في استقبال الزمن له ثلاث حالات: زمن هو حياته الدنيا اللي عايش فيها دي، وزمن هو زمن موته، وزمن هو زمن آخرته. يبقى له كم زمن؟ ثلاث أزمان. فحين يصاب المؤمن في الزمن الأول يعزيه في المصاب إيه؟ الأخير. لكن حين يصاب الكافر أو المنافق ما الذي يعزيه؟ ما فيش حاجة تعزيه أبدا، لأنه مش طمعان في حاجة من خير ربنا، يبقى ما يعزيه شيء. وبعد ذلك إذا ذهب إلى الجزاء الزمن الثاني وهو زمن الإيه؟ زمن الموت. الموت ده إحنا نصنع له عمرا بالقياس إلى ذواتنا، ولكنه لا عمر له بالنسبة لمن مات. اللي ميت لا يشعر بالزمن أبدا. أنت حين تنام ثم تستيقظ، لو قلنا لك أنت نمت كم ساعة ما تعرفش. ليه؟ لأن حساب الزمن إنما يأتي بتتبع الوعي للأحداث في الزمن، وأنت نائم لا أحداث، فما يبقاش عندك زمن. ولذلك الذين طال نومهم قالوا ايه؟ لبسنا يوما او بعض يوم، مع انهم لبسوا 300 سنة وازدادوا ايه؟ طب ازاي يقول لك يوم او بعض يوم؟ هم قال لك لانه مدام نام مفيش احداث تعمل ايه؟ تعمل الزمن. فيبقى المسألة بالزمن. ولذلك ايه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحى. اما الطول ده بقى بتاع اللي ماتوا من ايام ادم، ده طول بالنسبة للاحياء، انما للاموات كده هو من مات فقد قامت قيامته. ساعة ما يموت ينتبه يلاقي الايه؟ لانه ما فيش وعي، خلاص تنتهي المسألة. اذا فعذاب الحياة الدنيا شيء، وبعد ذلك يأتي عذاب القبر. يبقى كلمة يردون ليوم القيامة وعذابين: عذاب في الزمن الاول الحياة الدنيا، وعذاب في مين؟ في القبر. عذاب القبر هو فيه عذاب؟ قال لك العذاب في القبر هو لون من عرض ما يعذب به الكافر. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله، إذن النار يعرضون عليها، لا زمن للإنسان إلا حياة الدنيا، الموت، الآخرة. طب مدام ويوم تقوم الساعة تبقى خدت الزمن هو الآخرة؟ لا، يوم تقوم الساعة يبقى خدت الزمن الأخير بتاع الإيه؟ إمال بقى يعرضون عليها إيه؟ إمتى؟ قال لك لا مجان للعرض إلا في زمنين اثنين، لأن يوم تقوم الساعة خدت الزمن هو النهاية الآخرة. طب إذا النار يعرضون عليها لم يبقى لها إلا زمنين اثنين، زمن إيه؟ حياة الدنيا والموت. طيب أعرضوا على النار في الحياة الدنيا غدوا وعشيا ما عرضوش، يبقى بقي إيه؟ يبقى العرض في زمن الموت فقط. يبقى إذا أدي الحياة الدنيا وأدي الموت وأدي الآخرة. الآخرة قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يبقى إذا الآخرة محل الإدخال لا محل العرض، والدنيا ما حصلش فيها عرض، يبقى لم يبقى إلا إيه؟ إلا زمن الإيه؟ إلا زمن الموت، وهو الإيه؟ المدة في الإيه؟ في القبر. اللي فيه بقى إيه؟ أما لكم يسموه عذاب القبر، إنما العذاب قسمين: عرض ما يعذب به، ودخول فيما يعذب به. ففي الآخرة دخول في العذاب، وفي القبر عرض للعذاب. يقول له شوف الحكاية اللي بتنتظرك إيه؟ وما دام الإنسان يرى الشر الذي ينتظره يبقى في عذاب أو في غيره؟ يبقى في غير عذاب. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لو قال نعذبهم مرتين بس بدون السين ده كان يبقى لا معنى تاني خالص، يبقى اللي يصاب عذاب يبقى انتهى. بس كلمة سنعذبهم يعني ايه؟ كل ما نقراها هنقول ايه؟ سنعذبهم. وما دام كل ما نقراها هنقول سنعذبهم، يبقى العذاب متصل ولا مش متصل؟ يبقى العذاب ايه؟
موصول. ثم يردون، كلمة يردون بنسمها يرجعون أو يرجعون، مرة يقول إيه يرجعون ويرجعون، يرجعون فكأن النفس البشرية تألف جزاءها، ويرجعون فيه قوة تقول لهم ما إيه ما تتقاعسوش، يعني فيه قوة عليا تعمل إيه، وفيه قوة ذاتية تخليهم هم اللي يروحوا لمين، هم اللي يروحوا للعذاب. أنت ما تجيش في يوم من الأيام تتصرف تصرفا ثم تروق أفكارك فلا يعجبك هذا التصرف. إذا لم يعجبك تصرف من تصرفاتك فبماذا تستقبله أمام نفسك؟ بالتوبيخ، بالتعنيف، بإنك تجيب حاجة وتقعد تضرب بنفسك كده وتقول وأنا عملت دي ليه؟ الله. إذن فإلحاح النفس على العقوبة يأتي من ذات النفس أيضا، يأتي من ذات ليه؟ سأل لها عما فعلت. والنفس الأمارة بالسوء حين تقضي حياتها معك في أمر بالسوء حينما يأتي العقاب تقول لها اشربي اشربي أيتها النفس نتيجة اللي انت ايه، يبقى أكنها هي اللي بتعمل ايه، هي اللي بتلح على النفس. يبقى مرة يدفع ومرة ايه يندفع. ثم يردون إلى عذاب عظيم. ايه العذاب العظيم؟ لان احنا قلنا العذاب العظيم والاليم والمهين، مش كده قلنا، والمقيم، انواع كثيره من الايه من العذاب. لان العذاب العظيم ياتي اما باسباب واما بمسبب، فعذاب الدنيا كله باسباب، انما عذاب الاخره بمسبب. تبقى العذاب العظيم في الدنيا باسباب، هيعذبني بالعصا، بالكرباج، بالرصاص، بالإهانة، بالكذا، تختلف. ودي ليه؟ لأنها بالأسباب، والأسباب تختلف قوة وضعفا. لكن عذاب الآخرة المعذب واحد وقوته لا نهاية لها. يبقى إذا كسته بالعذاب اللي في الدنيا يبقى إيه شكله ده؟ يبقى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. آخرون معطوف على إيه؟ ما هو من أهل المدينة مرضوا على النفاق. قال لك ولكن هل يظلون هكذا؟ منهم من يسوب إلى رشده وبعد ذلك يجد موقفه موقف مخزي حتى أمام نفسه، لأن أول ما ينحط المنافق ينحط أمام نفسه. لأنه نافق ليه؟ لأنه لم يقدر على المواجهة، ومدام لم يقدر على المواجهة يبقى اعتبر نفسه دون من يواجهه، ومدام اعتبر نفسه دون من يواجهه يبقى احتقر نفسه، ولا ما احتقرش؟ يبقى احتقر نفسه. فيجي واحد يأنف من هذا يقول لك انا هقعد كده منافق كده واقعد اخاف من ده واخاف من ده واخاف من ده واخاف من ده، مسألة ايه؟ من ينؤمن ينكفر. فاذا ما قارن نفسه لا يجد الا مرجح الايمان. يوم نعمل ايه بقى؟ نخلص من الحكاية دي ونعترف بايه؟ بذنوبنا وخلاص وننتهي لايه. واخرون اعترفوا بذنوبهم، يعني لم يصروا على النفاق، اعترفوا بذنوبهم، يبقى فيه ذنب، والاعتراف لون من الإقرار، والإقرار بالذنب أنواع. فيه واحد يقر بالذنب صفاقة، وفي واحد يقر بالذنب إفاقة. أفك كده فيقر بالذنب، زي مثلا واحد ما يعمل حاجة يقول له أنت عملت الشيء الفلان، يقول له إيه وعملته، ضربت الواد فلان، إيه وضربته، يبقى أقر ولا ما أقرش؟ يعترف بإيه؟ بذنبه. وبعدين يقول وحضرب اللي يشدد له كمان، تبقى اعتراف ايه دي بقى؟ اعتراف صفاقة. يبقى مش الاعتراف بالذنب كله، اعتراف افاقة. مرة اعتفار يجي ايه يعني تلامة كده. اي الاعترافين مقبول عند الله؟ اعتراف الافاقة، اعترفوا بذنوبهم بدليل ان الله قال فيهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا.
خلطوا عملا صالحا هو ايه؟ انهم جم كده واقروا ايه بذنبهم، ما خليلوش، وقال لك فضوح الدنيا اهون من فضوح الايه الاخره. خلطوا عملا صالحا واخر ايه السيء هو التخلف اللي عملوه عن الجهاد وهو الى اخره، والخيبه في النفاق اللي فاتت، فرحهم لما اعترفوا عملوا ايه. يبقى هذا اعتراف ايه، صفاقه ولا اعتراف افاقه؟ لو اعتراف صفاقه ما يقولش خلطوا عملا صالحا، يبقى ما دام قال خلطوا عملا صالحا يبقى هو اعتراف الايه الافاق. واختلف العلماء هل هذا الاعتراف يعتبر ايه، توبه ولا ما يعتبرش توبه. الحق سبحانه وتعالى حينما قال اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، وقوله عسى الله ان يتوب عليهم رجاء ان يتوب، يبقى لسه مش توبه، يبقى لسه مش ايه مقدمه توبه. فان صاحبها الندم على ما مضى والاصرار على عدم العود في المستقبل ثانيا، طب ايكفي الندم على ما مضى كويس والاصرار على ان لا يعود فيما بعد مخافة ان يفضح ولا موافقة لمنهج الله؟ فان كانت الحكاية دي يبقى توبة الله لهم مرجوة ولا مش مرجوة؟ يبقى مرجوة. كلمة خلطوا، الخلط يؤدي معنى جمع شيئين كانا متفرقين، وجمع الشيئين او الاشياء التي كانت متفرقة له صورتين. الصورة ان يجمعهم على هيئة الافتراق، كما تأتي بالاشياء التي لا تمتزج ببعضها، يعني جبت حمص ولب وفول، ادي قرطاس حمص وادي قرطاس لب وادي قرطاس فول، ورحت عاملهم ايه خلطتهم، انت جمعتهم ويا بعض صحيح في وعاء واحد، انما على هيئة الانفصال ولا لا؟ هل دخلت اللباية في الحمصاية في البتاع وكونت حاجة واحدة؟ لا. لو حصل كده مش يبقى خلط، يبقى مزيج. ولذلك تقول لك مثلا انا خلطت الشاي باللبن، صح. ليه؟ لانك جمعتهما على انهما صار ايه شيئا واحدا، بحيث لا تستطيع ان تفصل هذا من هذا. اما الخلط فانك انت تجمعهم على هيئة الايه. تعال بقى، لما خلطوا العمل الصالح والسيء، هل أصبح العمل الصالح والسيء شيئا واحدا مزيج واحد، ولا العمل الصالح ظل صالحا والعمل الفاسد ظل إيه ظل؟ يبقى ما هوش إيه، ما هوش مزيج. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. كلمة عسى دي قلنا أنها معناها الرجاء، وهو الرجاء هو إيه، ترجيح حصول الخير. فلان نجح تقول له والله لسه ما ظهرتش النتيجة وأنا أرجو أنه ينجح، يبقى الرجاء هو إيه، لون من توقع حصول شيء إيه محبوب، بيخالف التمني. التمني صحيح شيء بتحبه وتتمنى إنه يكون موجود، إنما عادة ما يكونش ما يجيش أبدا، بس أنت أظهرت إنك تحبه. معنى أظهرت أنك تحبه أن كنت تحب أن يكون، ولكن هو ما إيه ما يكونش. إزاي يعني ما يكونش يعني إيه؟ أم قال لك الرجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما، تمنى أن يعود شبابه، دليل على أن فترة الشباب إيه محبوبة، لكن أذلك يحدث؟ ما يحدث. يبقى إظهار الشيء المحبوب له لونين، لون يتأتى ولون لا. فالذي لا يتأتى يبقى اسمه إيه؟ رجاء أن يكون، والذي لا يتأتى إيه؟ يسميه إيه؟ ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح. أنت بتتمنى إن دي تحصل، إنما هل هي بتحصل؟ ما بتحصلش، لكن الرجاء أمل أن إيه؟ أن يحصل. قلنا في منازل الرجاء بالنسبة للنفس الإنسانية له مراحل. أنت ترجو لواحد من واحد شيئا، عسى فلان أن يمنحك كذا، يبقى كم نوع، مترجي هو أنا ومترجى له هو من تخاطبه،
ومترجم منه هو من ايه؟ من يعطي. ليت فلانا يمنحك، عسى فلان ان يمنحك كذا. يبقى انت بتترجم، بتترجل مين؟ لواحد تاني. من مين؟ من واحد تالت. يبقى كم عنصر؟ ثلاثة. ألك ولاية على من يمنح؟ مالكش. طيب لو قلت عسى أن أمنحك أنا كذا، يبقى أربط ولا ما أربطش؟ يبقى أنت بترضى لواحد غيرك إن مين يمنحه؟ أنت. وما دام تحب انك تمنحه تبقى دي قريبه ولا مش قريبه؟ الاول. يبقى ادي الصوره الايه؟ يبقى الاول بترجو لواحد ان يمنعه واحد اخر، يبقى هما الاثنين بعيد عنك. اول صوره في الرجاء. تاني صوره انك انت ترجو انك انت اللي تفعل. يبقى في عنصر الثالث طلع. وما دام انت تحب انك تديله دي، يبقى ده ارجى ولا مش ارجى؟ عسى ان امنحك كذا، يبقى أرجى من عسى أن يمنحك فلان كذا. هذه الصورة الثانية. طب أنت عسى أن أمنحك، لعلك قلتها في لحظة رضا عنه، وبعدين يمكن يبلغك حاجة يقول لك واحد أنت هتعمل فلان ده حصل منه وحصل منه وحصل منه، ولا جيت تدي ما لقيتش، ولا تغير أمرك بالنسبة له، تبقى مش الرجاء انخدش ولا ما انخدش. لكن لما تقول له عسى الله أن يمنحك، عسى الله، يبقى رجاء، رجاء منك لمين؟ لمن ترجو له. ممن؟ من الله، اللي هو يقدر يعمل الشيء ولا فيش فيه أغيار. يبقى أدخل في باب الرجاء ولا لا؟ طبعا الأول. فإذا قال الله عن نفسه عسى الله أن يفعل، تبقى أقوى وسائل الرجاء أن تقول عسى الله أن إيه؟ أن يفعل. يبقى أربع إيه؟ عسى فلان أن يمنحك، أدي واحدة، عسى أن أمنحك أنا، عسى الله أن يمنحك. طب ربنا يجيبني ولا ما يجيبنيش؟ ده موضوع تاني. لكن لما ربنا يقول عسى الله أن يمنحك، يبقى ده أدخل أنواع الرجاء. ولذلك قال الرجاء من الله إيه؟ إيجاب. الرجاء من الله ايه؟ ايجاب. عسى الله ان يتوب عليهم. رجاء ان يتوب الله. طب تتوب، يتوب العبد مفهوم، معنى تاب العبد يعني عمل ايه؟ ندم على ما فات ورجع الى منهج ايه؟ ربه، وعزم على انه في المستقبل ما يعملش حاجة. طب وتاب الله، لقد تاب الله، يعني ايه؟ أم قال لك التوبة أنواع. شرع الله للتوبة رحمة، كونه يشرع أنه يقبل التوبة دي رحمة، فإن تبت يبقى قبولها رحمة تانية. يبقى إذن كم مرحلة؟ أن يشرع الله التوبة، وشرع الله للتوبة رحمة، رحمة بمن ارتكب الذنب، ورحمة بالقسم الآخر هو الناس اللي إيه؟ اللي وقع عليهم الايه؟ الذنب. لانك حين يذنب واحد وربنا ما يشرعش له التوبه بقت مصيبه على اللي يعمل ذنب، يبقى انتهى والمجتمع يصل بمين؟ بشره. لكن حين يشرع الله التوبه يبقى في امل ان يرجع الى الله، يبقى انتهينا من انه يذنب، وانتهى هو من ان يوقع مصائب بمين؟ بغيره. يبقى شرع الله للتوبه رحمه، وبعد ذلك إذا تاب بالفعل شرع التوبة شيء، والتوبة بالفعل شيء آخر. فإذا قبل الله التوبة يبقى يقال تاب الله على فلان. يبقى لك ربنا كم توبة؟ تاب بمعنى إيه؟ ولذلك تقرأ القرآن كده ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، شرع لهم التوبة عشان إيه؟ فإذا تابوا قابل التوبة. يبقى كم مرحلة؟ شرع فتوبة واقعة فقبول لإيه؟ قبول للتوبة. والتوبة ما دامت رجوع عن حاجة، هي بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب. طب وبالنسبة لله تاب الله، أم قال لك الذنب كان يستحق أن يعاقب الله به، الذنب يستحق إيه؟
يبقى ربنا يعاقب بيه. فاذا انت تبت ربنا بيرجع عن ايه؟ عن العقوبة. بيرجع عن ايه؟ بعد ما كان هو يعاقب يعمل ايه؟ يقول بلاش عن العقوبة. يبقى ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى ماشية. ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ليه غفور رحيم؟ ام قال لك لان اللي بيجعل الصفة دي في الانسان صعب شوية ان الذنوب بالنسبة له تضره. يعني واحد اسأني ضرني، واحد سرق مني ضرني، واحد عمل مكازة ضرني، فانا يلح علي حب الانتقام لان الضرر عمل فيا ايه؟ اتعبني. لكن ايتعب احدا ربه بالمعصية؟ انت ان كنت ضريت نفسك ما ضرتنيش انا، يبقى غفور بايه؟ لان ما فيش ايه؟ لم يلحقه ضرر بذنبك، وانما الذنب لحق مين؟ لحقك انت. فحين يكون غفور يبقى غفور لك ورحيم ايه؟ ما فيش حاجة عنده هو. ولذلك قلنا ان المصائب او الاشياء نوعين، نوع للانسان فيه غريم، ونوع يصيب الانسان ولا غريم له. انسان مرض، طيب من غريمه في المرض؟ محدش غريم. انما انسان سرق منه شيء او انحرق له بيت او اخره، يبقى له غريم ولا ملوش غريم؟ يبقى المصيبه قسمين، مصيبه للانسان فيها غريم، هذا الغريم تنفعل النفس برد العقوبه اليه. لكن لما تكون مصيبه من غير غريم، ولذلك قال لك المصيبه اللي فيها غريم هي اللي عايزه شده ايه؟ شده ايمان. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور. شوف اكدها، انما ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك ايه؟ بس من عزم الامور، ما اكدوش، لان انت هتبقى غريمك مين؟ لكن الاول غريم يلح عليك ساعه ما تشوف تقول ده ضربني بالقلم، ده ضرب ابني، ده خد مني الشيء الفلاني، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه اهاجه على الايه؟ على الشر. الذين اعترفوا بذنبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر ثم جاموا قالوا احنا ملناش عذر، ما كذبوش في اعذار. ما هي ناس ما اعتذرتش وناس اعتذرت، اللي اعتذرت اعتذارات صادقة واعتذارات ايه؟ كاذبة. الكاذبة رجعوا تابوا عنها، اعترفوا بذنوبهم يعني قالوا ان احنا كانت اعذارنا مش حقيقية وما كانش عندنا سبب يبرر ان نتخلف عن مين؟ عن الغزو. فدولي لما تاب الله عليهم في نفوسهم، ورسول الله لا يزال في الغزوة في تبوك التي تخلفوا عنها، دخل رسول الله المسجد كعادته حين يرجع الى المدينة، يكون اول عمل يعمله يدخل المسجد ويصلي فيه ايه؟ ركعتين. فوجد على سواري المسجد، السواري يعني الاعمدة، ناس رابطين نفسهم على العمود، يعني صالب نفسه بحبل كده ورابط نفسه على العمود. قال له ايه ده؟ قالوا له والله ده جماعة قالوا ان احنا اعذرنا كاذبة وتخلفنا، لكن اعترفنا بذنوبنا ولن نحل انفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اللي ودوا نفسهم للعقوبة وقالوا مش هنحل نفسنا الا اذا جاء رسول الله. فقال والله لا احلهم حتى ينزل فيهم شيء، المساله مش عندنا. فلما انزل الله هذه الايه راحوا ايه؟ وحلهم، اللي هم ابو لبابه وابن ثعلبه ووديع بن حزام. ولذلك اللي يروح ان شاء الله يزور المدينه يلاقي فيها حاجه اسمها اسطوانه ابو لبابه مكتوبه كده، يعني اللي كان ايه؟ اول واحد ربط نفسه على وقال والله ما التانيين قلدوه، فسميت الاسطوانه باسطوانه مين؟ ابو لبابه. علشان يدلك على ان المؤمن حين تختمر في نفسه قضايا الايمان مش ينتظر ان يعاقب من الله،
بل هو يبادر الى ان يعاقب نفسه. هذا الايه؟ والا المراه اللي زنت ده والراجل اللي زنت وجيه اعترف لرسول الله عشان يترجم، يبقى معناها ايه؟ معناها انه لم ينتظر حتى يعذبه الله، بل ايه؟ بل ذهب بنفسه. ولذلك لما عمر جه عمل برجله كده وبتاع، قال له دعه يا عمر فقد تاب توبة لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. خلاص انتهت ايه؟ انتهت المسألة. فكونه يجي يربط نفسه كده على السارية يدل على ان المؤمن اذا اختمرت في نفسه قضية الايمان لا يترك نفسه الى ان يلقاه الله بعذابه، بل يقول لا انا اعذب نفسي عشان انجو من ايه؟ من عذاب. يبقى تيقن بان هناك عذاب في الاخرة اقصى من هذا الايه؟ من هذا العذاب. فلما اعترفوا بذنوبهم قعدوا راجعوا نفسهم، ما الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا كده نعتذر بالكذب ونعرف مش عارف ايه الحكاية؟ وجدوا انهم في اثناء غزو التبوك كانت في حصر في الحر، والحر في المدينة كانت تطيب جلسات العرب فيها تحت الظلال، والتمر كده كويس وياكلوا من التمر ويقعدوا في الايه؟ في الظل. فهذه المسألة شغلته، فقال والله المال الذي شغلنا عن الغزو وجعلنا نرتكب هذا الذنب نعمل ايه؟ نتصدق به. يبقى مش هي الصدقة الواجبة بقى، ده صدقة الكفارة. صدقة الايه؟ الكفارة. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يبقى النبي حلهم لما نزلت الآية هذه واحدة، وبعدين قالوا له خد الفلوس وخد الصدقة اللي شغلتنا عن إيه؟ عن الجهاد. فما رضيش يقبل حتى ينزل الله، فأنزل الله قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة، أهي صدقة الواجبة ولا الصدقة غير الواجبة؟ لو كانت الصدقة الواجبة ما كانتش عايزة أمر جديد، إذن دي صدقة الإيه؟ الكفارة. خذ من أموالهم صدقة، كلمة من أموالهم في هنا إضافة، أموال مين؟ اللي اعترفوا بذنوبهم، نسب الأموال وملكيتها لمن؟ له. قال لك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال لله كله، إنما حين ينقله الله تفضلا إلى إيه؟ إلى خلقه، برضو قال لهم ده بقى بتاعكم، بس أصله منين؟ فإذا قلت لكم أخرجوا شيء وتحكم فيما أعطيت، لكني سأعترف بهبتي، مانيش راجع في الهبة بتاعتي، برضو هي ايه؟ هي اموالكم. ولذلك اذا احتاج انسان من مؤمن مثله شيء يوم الحق سبحانه وتعالى هو اللي يعني. والمن ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله ده هو واهب المال. ام قال لك لانه احترم هبته لصاحب المال بقى ماله. واتوهم من مال الله إيه؟ الذي آتاكم. خذ من اموالهم صدقة. شوف بقى ملاحظ العلماء في الفهم، قال لك خذ من أموالهم حين يضاف المال إلى صاحبه تطمين له في أنه إن تحرك في الحياة حركة فوق ما يحتاج وبقي له شيء يتموله يبقى بتاعه. ما دام يبقى بتاعه يبقى الانسان يحرص على مين؟ على الحركه. الحركه بتنفع الغير وان لم تقصد. فبيقول له اطمئن الى ان كل شيء حتى يزيد عن حاجتك هيبقى ايه؟ بتاعك انت. لكن متى يخرج عن ملكيه صاحبه؟ اذا كان صاحبه غير اهل للتصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مش ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لأن السفيه لا يصح أن يتملك،
لأنه بتملكه في الحمق يضيع كل شيء. فبيقول يا ناس السفيه اجعلوا ماله الذي يملكه ليس ماله، إنما هو إيه؟ ملكم. فإذا بلغ رشده وأنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالكم، ولا أموالهم بقوا أهل للملكية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.